والمخ هي وامان الزواز ورقش مرقش مين بعد ما وصلنا غادي ندوزو مباشره باش نتغداو. كما كتشوفوا درنا الرفيسه هنايا جات غزاله يا البنات. صراحه ما شاركتهاش معكم حيت جينا لقيناها موجوده داكشي باش. ومن بعد غادي ندوز نشارك معكم الطريقه ديال الرايب ديال المحلابات. وهانتوما خليكم معايا. وهنا البنات كما كتشوفوا هنا شدت واحد القرعه بالنسبه للرايب اللي كيصايبوا المحلابه ديالهم. شدت واحد القرعه بحال هكايا، درت فيها دوك جوج حكاك ديال دانون. بالنسبه للحليب البنات درت 7 ايترو ديال الحليب، درت فيه نص كيلو ديال سنيده وجوج حكاك ديال دانون. كما كتشوفوا هنايا درت واحد القريعه، درت فيها دوك جوج دانونات، زدت فيهم شويه ديال الحليب وغنخدهم مزيان كما كتشوفوا. من بعد غادي تزيدهم في هذا الحليب هذا وغتبقى تخلط مزيان مزيان باش يتخلط دوك العناصر تخلطوا مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا. من بعد غادي تجي هذه البريمه صغيره وغادي تحاول انها تقلبها البرمه كبيره باش تحرك مزيان مزيان باش ما يعني تلقى البلاصه فين تحرك باش ما يبقاش يتكفح ليها. وصافي البنات هنا كما كتشوفوا من بعد ما غادي تحرك هذا الحليب مزيان مزيان. هنا الحليب في الاول تيكون مغلي يعني تيكون يعني تيكون داير حتى كيفيض، عاد كطفي عليه وكتزيد له ديك نص كيلو ديال سنيده وكتخليه حتى كيبرد يعني حتى كيدفى مزيان، عاد باش كتزيد له داك الحكاك ديال دانون. وصافي البنات كتبقى تحرك كما شفتوا، كتحرك تتحرك تتحرك صافي. ومن بعد كدوز كتستفاد الطويصات هادو اللي مختصين بالرايب ديال المحلابات
كتشدهم حتى هما صافي، كتبقى تعمر كدير فيهم القياس اللي غادي يعمروا القياس ديالهم وصافي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما غادي تبدا تعمر، غتعمر الطويسات كاملين على ما تساليهم، غادي تدوز غادي تغطيهم بالغطايات ديالهم. صراحه طويسات زوينين تيجي فيهم الريب غزال. وصافي البنات هنايا كما كتشوفوا غادي تغطي دوك الغطايات ديالهم وصافي. من بعد ما تكمل يعني تكملهم كاملين غادي تدوز باش تصايبهم في هاد الثلاجه، واحد الثلاجه ديالهم كما قلت لكم البنات. من بعد ما غادي تجمعهم كاملين بحال هكايا غادي ديرهم في واحد الكلاصيه اللي صراحه كتسهل عليه باش يريب دغيا. كما كتشوفوا هنا غادي تستفهم كاملين هنا في هاد الثلاجه هادي، غتخلي غير واحد الشقيق صغير. من بعد ما غدير الميكا اللي غادي تغطي بها وغتخلي واحد الشقيق صغير، منين غادي تزيد الماء السخون كدير المقراش ديال الماء حتى كيسخن مزيان كتزيدوا فيه حتى هو، كيسهل عليها هذيك العمليه ديال يعني باش يريب دغيا. وصافي البنات كما كتشوفوا هنايا غادي تدوز باش دير واحد الميكا وغادي تزيد حتى الماء حتى هو. وهانتوما كما شوفوا ديري دابا هنايا 7 لتر ديال الحليب، اييه، نص كيلو سنيده، اييه، وجوج دانونات ديال الفاني. هاي تحركي الطريقه ديالو، هو ما يبقاش بزاف زعما ما يبردش بزاف، ايه، وما يكونش طايق سخون بزاف بينو وبين حيت الا برد عاوتاني راه هو يغلى في الاول، يغلى ايه تيغلى. هادي دابا راه هادي راه كلاصيه كت بحال كوكوت، شتي هاد اللعيبه دابا راه هاي مزيان عليه الكوكوت ترجع عليه. وهنا البنات كما كتشوفوا بالرايب من بعد ما يعني من بعد ما صبح الصباح هنا كانوا داو الكيسان دوك الطاسات ضبطوهم من المحلابه داكشي، باش هنا خلات ليا مرت عمي غير واحد شويه باش نصورهم معكم كيفاش كيجي. كيجي الصراحه كيجي غزال البنات. هنا راه من بعد ما داروه في الثلاجه برد مزيان عاد حطاتو لينا الصباح في الفطور كما كتشوفوا. هنايا كما شفتوا غادي نوريكم كيفاش كيجي. الصراحه كيجي عاقد وكيجي زوين. وهذا الشيء اللي كاين البنات. صافي هنايا غادي يسالي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. شاركت معكم الطريق ديالي من بعد ما وصلنا. وصافي هذا الشيء اللي كاين، كنبغي نقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.